شكون وانت تبتسم بيدين اللي عندها شكون اما نفهمش تجري في صورة تضحك تضحك على روحك يا ودي اسكت نضحك عليك انت تضحك علي انا طلعتك النار لحظه خلينا نكمل نسال عندك حد في حياتك اما يحلم راه يحلم راه شكون اللي مستحيل اللي في حياتك هذا يحلم راه شكونو؟ تي شكونو تيجي نهار وتنقول لك عليه؟ شكونو؟ جيبوه لي بربي تو يجي نهار عندك لازم يسجيب اه؟ قال عرس بيه شيخ نحكي انا حكايه شيخ و ما نزيد ما نعاودهاش شيخ مرأة يا دي انا مرأة انت حاول تفهم في مخك مرأة مرأة ايه صلعني بيه انسان مكد ايه هكا هاو ما سايب عليك مني اما شيخ و ما نحبش نقولها شيخ وكا هاو مش بالشيخ وراسك شيخ وانت انا ما نحبش كبرك قدام العباد تكبرها بربي تكبرها انا متربي عليك متربي عليك اي متربي شوك التربية واضح ولا شوك التربية يا رسول الله كان جات عروسة صبغة شعرها بربي خلي احكي الراجل يز جزي بركيز نيتها مشي صافية جملة واحدة شو بربي يز قوم قوا مشي مارس وخاتم ناحيته وكل حكايات راني اموري هذيك اموري بس كيما نحب يعجبك حكاية حتى اللي شي بس كيما نحب حتى اللي شي ياخذك شي تعبك راه في حياتك ما فيش خي تعب اللهم بشويه بخوف المهم ما نبقاش عندك انت ما تبقاش عندي ما تبقاش عندك الحمد لله يا ربي الحمد لله اي الحمد لله والله الحمد لله هيا واضح ولا تولع بيت تعرف برشا حاجات يا انا صادق يا انت صادق يا حمدي باهي تنفصلوها تو يا مدام هدى يفتح هذا الستار ترجع راجلك نعم علاش تضحك مال علاش حاش ما علاش ما علاش تضحك ها علاش ما عادش عيني بي مش نحال جاي وجه اصفار لا والله كيكة ضحكت والله اه ضحكت كيكة ما نرجعلوش تغمز في ما نرجع لك يا اخي بالسيف يا ما ترجعليش انا راني ما نجريش في جرتك نكلمك حاجه في حياته يا عندك شكون في حياتك احلى مراه انا مش مطلق او من الاخر مش مطلق مش مطلق انت طلقت حمل مسؤوليه اخويا انا اللي خسرته في عرسي اعلم به كان ربي انا شكون العرس امين انت انا كل شيء جبته انا ما عنده شيء كذاب اسمعني اسمعني ما عنده شيء كذاب انا شو سيدي جبته ايش عملت اسمعني خليني احكي لك ايش عملت انت ايش عملت؟ انت عندك فلوس باش تعرس العباد خويا اسمعني العباد عندها فلوس عمك عرس لها عندها جا وجاب هي العباد عندها فلوس انا زوالي العرس اللي عملته نحمد ربي ونشكر انا انا السيدي عند انا السيدي عندهم وكان يلقوني نكذب السيدي عند شكون؟ ايش عندك فيه؟ بربي تفرج عليه يا ربي تفرج عليه وشوف الخنار يا سي علي امها قلت لك متصدره بحذايا اي انا متصدره بحذايا اقسم بالله بحذايا وجايب غلطت بحذية. فيك غلطت فيك سيبتك عبد يا اخي والله العظيم بحذايا جابني العشرة نتاع الليل قالت لي روحوا والله والله اقسم بالله الرموم بتاعي تحسب لي فيه بالتليفون والله بالتليفون لا يا حاج خد غادي خد غادي خد غادي خد غادي خد غادي يا حاج هذيك 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 خد غادي سدوها غادي الحاج والله شيء يضحك اقسم بالله أيه. والله ما خسابتك عبد خسابتك راجل انت تحكي بالكذب طلعت زيرو زيرو اي زيرو طلعت مش بيني مانيش موجود طلعت مش كراجل ما تسحقوش هذاك الكل يا عم حسن من منطقك ما تسحقوش علي نحسن في منطقي خلينا نقول في الكذبة قول والله حكاية انا اخويا كل شيء عنده هيك ها خلي يتفرج عباد يا سي علي بجاه ربي بجاه ربي يا سي علي على جاد زوب عملتها انا لحظه خلينا نحكي بجاه ربي برحمه امك في قبرها تفضل عدي منه شوي المره الجايه خلي عباد تعرف خويا يا احمد ربي اللي خذيتك اللي عرستك علي علي قيدي لا نحكي كان جا واحد اخر اسمعني نحكي ولا ما نحكيش اسمعني كان جا واحد اخر في بلاصتي ورا الشيء اللي امك اللي تعمل فيه ما تعرستش راه نارة المرواح قلت لك متصدره بحذايا اش بيك انت برشا عباد تو يعرفوا نكلمك انا حاجه نكلمك انا حاجه يا ربي جاتك الغنى على امي امك راني مش مسامحها دنيا واخره راه كانت هي واضح هي ريت هي مش مسامحتك سامحني كان عملت لها حاجه خايبه بيني بين اللي خلقني مشيت نطلع على مرتي نتفاهم يا رسول الله خيت ولا اسمعني خلنا نحكي لك اسمعني مشينا نتفاهم وانا وياك كيفاش البرنامج ضربت مين هات 5000 يا بنتي خلنا نحكي هات 5000 معناتها انت 5000 خير مني انا امي قالت تعطيني 5000 انت 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 ما نسيتش الكلام ما نسيتش الكلام انا ربي
مشينا رسول الله مشينا انا وعمي ومرت عمي نرجعوا فيها تحموا فينا بالحجر الغادي. اكذب عليك جايبكم وبدات تعاير فيا. نرجع لسؤال باختضاب شديد يا مدام. يفتح هذا الستار. اسمعني يا سي علي لحظه لحظه، جربي كان ما تحلوش، كان ما تحلوش قول لهم هتزغرت.